مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وبنتكلم بقى على المرحلة اللي جاية بالنسبة لنادي الأهلي، وإن الفترة اللي جاية قد إيه فترة فيها مباريات كتير، مباريات كلها مهمة في مختلف البطولات. بنتكلم بقى على مباراة النصر في كأس مصر، ودايما بنقول إنه كأس مصر ظروفه بتبقى مختلفة، مباريات الكؤوس دايما خروج المغلوب وبيبقى فيها نوع من التوفيق نوع من الحظ، ده برضو هنتكلم فيه أكتر، وكمان مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وبعديها مباراة سموحة، فترة كل 3 أيام مباراة وأغلبها في شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأكيد بنتمنى إن احنا نشوف الأداء اللي احنا متعودين عليه من النادي الأهلي والنتيجة الإيجابية. هنتكلم على كل ده مع كابتن عادل طعيمة اللي منورني في الاستوديو، نجم طبعا الأهلي السابق ونجم التحليل كمان يا كابتن. الله يخليك يا رب. ازيك يا سارة؟ ازاي حضرتك؟ دايما منورني وحضرتك طيب يا رب. انت والجمهور الكبير بتاعنا. ربنا يخليك يا كابتن، كل سنة وحضرتك طيب يا رب. رمضان كريم علينا كلنا، وشهر خير وبركة وسعادة. كل انتصارات إن شاء الله. يا رب بإذن الله. كنا بنتكلم قبل الهوا يا كابتن، إن أنت بتقول لي أنا مش عايز يبقى في صورة إنه ضغط مباريات وفي إجهاد وفي وفي وفي، وجمهور الأهلي ده من غيره يعني ما فيش ولا بطولة مثلا ممكن ناخدها، ودايما بدعمه وبيبقى واقف في ظهرنا. قول لي بقى وجهة نظرك. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهة نظري إنه لولا بعد فضل ربنا جمهور النادي الاهلي وعمليه التشجيع وعمليه الضغط على اللعيبه بحيث ان النادي الاهلي يبقى دايما في المقدمه ونمره واحد، ما كانش بقى النادي الاهلي نمره واحد. الجمهور العظيم ده اللي بيشجع الفريق ودايما في ظهر الفرقه على طول بيساند الفريق في كل الاوقات، ودايما مجالس الاداره واللعيبه والاجهزه دايما بتبقى مشرفه جدا للجمهور، ما بتخزلوش على طول، بتديله البطولات اللي هو محتاجها. حتى في يعني في اصعب الاوقات وفي اصعب الظروف اللي احنا ما فيش بشر يتحملها، ومع ذلك بفضل الله احنا شفنا في الست شهور اللي فاتوا كام بطوله اللعيبه اخذتها في ظل استوديوهات تحليل بتصدر للناس ان احنا مجهدين وان احنا الماتشات كلها صعبه وان احنا ازاي الكلام ده؟ لا، انت وراك جمهور كبير جدا، عندك لعيبه وجهاز فني على اعلى مستوى، عندك فريق وفريق اخر، في تثبيت تشكيل، في عمليه تدوير، في عمليه استشفاء، في جهاز طبي شغال، المنظومه كلها شغاله. التصدير ده انا كواحد ببقى قاعد اتفرج على التلفزيون بحس انه بيصدر لي ان اللعيبه مش قادره تمشي وان اللعيبه لا مش كده. انا دايما ادي الحافز للعيبه ان انتوا الكوماندز بتوع النادي الاهلي، انتوا الابطال اللي بيجيبوا البطولات بعد فضل ربنا، ثم الجهاز ثم الاداره. فعمليه التصدير ان انا ابقى مجهد، طبعا اللعيبه ما فيش شك تحملت ما لا يتحمله بشر. احنا انت عارفه يا ساره الفريق الوحيد في بطوله افريقيا اللي لعب في 3 ملاعب في اجواء غير صحيه بالمره. يعني تسيمبا تلعبي الساعه 2، المريخ شرحه في عز الحر والرطوبة، وفيتا الملعب وفيتا الثلاث ملاعب بيلعبونا في عز الشمس وفي عز الرطوبة وفي عز الحرارة الشديدة، ثم الملاعب غير آدمية، مش ملاعب كورة طبعا. وملاعب النجيل الصناعي دي بتبقى قد ايه صعبة يا كابتن بالنسبة للعيبة؟ النجيل الصناعي برضو طبعا مفيش، النجيل الصناعي ده اتلغى من العالم كله. بالظبط. انت عارف حضرتك الحكم لما بيلاقي في ايدي دبله او خاتم يقلع، فما بالك ان انا ارضيه الملعب اسمنت، ما هو ده اسمنت عليها طبقه من الـ من الـ يعني حاجه كده خفيفه جدا، حاجه اللعيب لو وقع يعني بينتهي. فالتصدير ده انا طبعا لا احبذه. وفي نقطه برضو مهمه جدا، مستر موسيماني نجح، ده من وجهه نظري نجح بنسبه 100% لحد دلوقتي. يعني خلينا بقى نقف عند النقطه دي. يعني خلينا نقف، شايف ليه مستر بيتسو موسيماني نجح بنسبه 100%، وشايف ازاي الناس اللي شايفه ان او بتنتقد موسيماني كل ما مثلا يبقى فيه خساره في مباراه او اداء مش افضل حاجه بالنسبه للفريق في الفتره اللي فاتت؟ اولا هو ما خسرش غير ماتشين، ماتش من بايرن وماتش ماتش فيهم بايرن ميونخ
ماشي من يعني ماتشين أي كله خساره من دول. ده حتى مباراه بايرن ميونخ اللي هو انت كنت متوقع انك هتخسرها، شفت ناس طالعه بتتكلم ازاي انه موسيماني ما ينفعش كمدرب للاهلي، والاهلي بيخسر من مين يا جماعه؟ ما بيخسر من بايرن ميونخ. ما هو للاسف ما ينفعش انا ابقى يعني في محو اميه وبعدين او يعني في اولى ابتدائي وارجع اقيم مدير فني معاه دكتوراه. اولا الراجل ما عملش فتره اعداد، اللعيبه جه على لعيبه هو طبعا عارف اساميها لكن مش هو اللي مختارها. صح. ودايما في النادي الاهلي في ميزه عن كل الانديه خاصه في مصر وافريقيا وفي شمال افريقيا، بنجيب المدير الفني ونجيبه بشكل احترافي، بعدين هو بيقول لنا الحاجات اللي احنا عايزينها. انا والله انا عايز في المركز فلاني مركز كده وهكذا، والاداره بتديله طلباته ثم تتركه حاجه بكلمه لحد لما الموسم ينتهي تبتدي يعمل عمليه الحساب. طول عمر النادي الاهلي كده. فاللي بينتقد موسيماني الراجل بيلعب كل 3 ايام ماتش، وانا قلت قبل كده معاك يوم برضه في البيت الكبير قلت يا اخوانا لو تكرمتوا الراجل لسه ما دربش، الراجل بيلعب 72 ساعه يعني وبعديها 72 ساعه يلعب ماتش. يعني هو لاعب امبارح بص تلاقيه كمان يومين بيسافر اسكندريه، يعني يوم السفر ده كمان مشقه ثانيه طبعا عشان تلعب في الكاس ترجع على الزمالك. وزي ما انا بشوف كابتن سيد في العالم كله بيعملوا 4 ايام وثلاث ايام بحيث ان يبقى في يوم في فتره الراحه دي. فدايما لما كان فايلر ماشي كويس كنا بنقول ايه راجل عبقري وراجل هايل، لما ابتدى يبقى فيه نوع من عدم التركيز قلنا برضو الكلام ده. فاحنا مصلحتنا انه المدير الفني بتاعنا يبقى كلنا مساندينه، لو انا عايز ليا وجهه نظر ممكن وانا من ولاد النادي ارفع السماعه واكلم اي حد في الجهاز واقول لهم والله يا اخوانا خدوا بالكم من الحته دي، ممكن اكون انا مانيش عارف. طيب وحضرتك من ابناء النادي وبتقيم لي موسيماني وبتقولي انك تديله 100%، اديني بقى الاسباب اكتر حاجات شايفها ايجابيه بالنسبه للبطولات. البطولات اللي دخل فيها طيب. كلها اخذها اكيد. مركز ثالث احنا يعني خدناه من فتره مع جوزيه كاس العالم للانديه طبعا تحقيق الميداليه البرونزيه اكيد. وجوزيه كان قعد فتره طويله مع النادي، هو ما قعدش الفتره دي. مش معنى كلامي ان انا لا بقول ان جوزيه مش زي موسيماني او كده، لا بقول ان ده راجل في ظروف كان ظروف احسن، موسيماني في ظروف مش احسن. الحاجه الثانيه الدوري افريقيا كاس امم الانديه كاس العالم للانديه ماشي في الدوري بفضل الله، لما هياخد الماتشات المتاجله هيتفوق، وان شاء الله الماتش اللي جاي يتفوق يبقى الفرق بيتسع. فلما يكون في ماتش او اثنين او ثلاثه في اداء، الاداء ده في نوع من الـ يعني الهدوء شويه او عدم الاداء الجيد، مفيش فرقه في الدنيا. احنا شفنا امبارح ريال مدريد وبرشلونه، برشلونه الشوط الاولاني مفيش برشلونه، الشوط الثاني وده اللي بيحصل في الكوره. طب ينفع ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش دي يا كابتن عادل؟ ما ينفعش والله، العالم كله بيتكلم عليها. انت شايف ايه طيب؟ ما هو شايف ما ده اللي بيحصل معانا. من ضمن الماتشات اللي احنا تعادلناها. انت بتشجع ريال مدريد شكلك يا كابتن. انا؟ برشلونه صح؟ اي برشلونه. الماتشات اللي تعادلناها ست ماتشات تعادلناهم، منهم ست ماتشات لينا ضربتين جزاء في كل ماتش. ايوه فعلا. فاحنا بننسى الكلام ده. وما بناخدش حقنا، وفيما في جوال ايمن اشرف لما جاب الجول بدماغه والراجل راح للفار وحسبها والحكام كلها ولكل استوديوهات التحليه قالت الجول سليم 100%، ضربه جزاء ما حسبهاش، كل ده في ماتش. يعني امبارح المدير الفني لبرشلونه طلع في المؤتمر الصحفي بعد الماتش قال الفار فين؟ يعني الفار فين؟ يعني طب يعني بنالتي العالم كله شافه. فالحاجات دي بالظبط بتحصل مع النادي الاهلي، بتأثر على نتيجة بقى جدول ترتيب وحسم دوري، ده اللي بيضايقك بعد كده، انت بتتظلم في حاجات حاسمة يعني ناحية أدبية وناحية مادية. بالظبط. الناحية الأدبية أنا ما تديليش حقي، الناحية المادية أنا لما بتصدر
بروح افريقيا، بروح كاس عالم انديه، ده مردود مادي كبير جدا. بصرف على الكوره وبصرف على الالعاب الثانيه، النادي الاهلي بيصرف على العاب ثانيه كتير. فانت بتحرمني دي، ما بتدينيش ليه حقي يعني. يعني حتى في افريقيا الراجل الحكم اللي كان بيحكم لنا ماتش المريخ ما فيش حمايه يا ساره خالص، ضرب مبرح من اول دقيقه. حتى تدخلات الماتش عنيفه جدا الحقيقه. طبعا تدخلات، والحكم كان كانه مش شايف، ده قعد تلت ساعه ما فيش كارت فين وفين، لما يعني لا العمليه زادت قوي وزار واخد قرار ان اول تلت ساعه مهما حصل انا مش هعديها كده، انا هعديها كده. وبعدين فريق المريخ عنده بنط، الماتش اللي بعديه بيتغلب 4. يعني انتوا كنتوا حامين قوي في ماتش نادي الاهلي للدرجه دي، والماتش اللي بعديه بتروح تتغلب 4. كل الفرق كده يا كابتن، متهيألي يعني كل الفرق بتيجي قدام الاهلي. لا انا مش انا وتبقى حاجه ثانيه. احنا علاقتنا طبعا، احنا السودان بلد واحده طبعا. انا بتكلم على المريخ، نادي المريخ، انت بتخش ليه بالعنف الزياده ده؟ وانت مطمن يعني ان الحكم مش هيصفر، عشان ده في حاجات فيها زحلقات على ايمن اشرف وعلى معلول وعلى اسف بدر منون وعلى يعني اكتر من لاعب. الحقيقه كانت ممكن تبقى ستر ربنا، الاصابات كانت تبقى شديده جدا. مجدي قفشه نفس القصه برضو مرتين ثلاثه والحكم مش موجود. حتى الماتش اللي فات الحكم الجزائري الشناوي طالع ياخد الكوره وشفنا الراجل خبط فيه ماشي كوره ماشي الملعب، ازاي الكلام ده؟ انت يعني اي منطق نقول كده؟ لا لو ستر ربنا برضو كرة خبطت في العارضه كان ممكن ينهي المباراه تعادل، وانت ما بتدينيش حقي حتى في ملعبي بتتجرأ عليا بالطريقه دي، اديني حقي يا اخي. فدي كلها امور الجمهور اللي انا بقوله ده الجمهور عارفه، وانا باجي بصوت الجمهور اللي في الملعب. اكيد يا كابتن. الجمهور اللي بره الشاشه واللي احنا بنشوفه في الشارع وبيقابلنا في كل مكان، الكلام اللي انا بقوله ده بالحرف بيقوله، لان ده الناس دي بتحب تعشق النادي الاهلي ودايما على الطاقه ما بتاخدش. الجمهور ده بيدفع مش بياخد، بياخد بس سعاده، بياخد انتماء، بياخد كل حاجه حلوه من النادي الاهلي، انما ما بياخدش حاجه ثانيه. انما هو يدفع يسافر ورا فرقته في افريقيا وفي كل حته، يشجع فرقته في كل حته، يدفع من جيبه علشان يشجع لعيبته. لو لقى لعيب رايح مطعم ولا رايح بيشتري حاجه ما ياخدش منه فلوس، هو ده جمهور النادي الاهلي. ف يعني الوقفه دي اتمنى ان في افريقيا وبالذات في افريقيا، وانا اعرف ان طبعا الراجل رئيس نادي صن داونز بقى هو الرئيس الاتحاد الافريقي بالظبط، وعلاقته طيبه جدا مع كابتن الخطيب طبعا اكتر ممتازه، بدليل ان هو بيدينا موسيماني في وسط الجدول. الحاجات اللي انا بقول عليها الحاجات اللي هي المفروض فير، انك تلعبني بالليل، يعني احنا لعبنا في السودان زمان وانا بلعب كل الماتشات بالليل، تلعب لي ليه الساعه 2 الظهر في عز النار ليه؟ علشان يمكن وسيله ضغط عليك، عشان انت ده مش توقيتك اللي انت متعود عليه، مش مباريات الدوري المحلي بتاعت مصر. لابد يكون في طرف كبير يمنع الكلام ده، لان انا بشر لحم ودم. طيب لو في وجهه نظر تانية بتقول لك انه لعيب الكوره لازم يلعب تحت اي ظرف من الظروف وتحت اي ضغط وتحت اي طقس، يلعب بقى في الحر، يلعب في البرد، في المطر، ايه رايك؟ في البرد ماشي، في البرد احنا شفنا الماتش امبارح المطر شغال. انما في الحر الجسم لا ما ينفعش. يعني في البرد الجسم يتحمل، انما في الحراره الشديده مع الرطوبه مع سوء حاله ملعب مع حكم سيء، ايه ده؟ فين الامانه هنا؟ وفين انا بسميها الشرف؟ الاخلاق الرياضيه، الاخلاق الرياضيه بتساوي شرف وامانه. انت ليه عايز تاخد مني حاجه في جو مش كويس او في ملعب مش كويس؟ واحنا برضو قلنا مع الزملاء في البيت الكبير، قلنا يا اخوانا الاتحاد الافريقي لما يجي يحدد الملاعب اللي يتلعب عليها الماتشات. اذا النادي اللي ما عندوش ملعب نجيله طبيعيه وما عندوش مدرجات وفيها امن وامان وما عندوش اضاءه ما يشتركش في بطوله افريقيا. لان انا بقارن بطوله افريقيا ببطوله اوروبا. شوف الملاعب عامله ازاي، شوف الاضاءه ازاي، شوف الناس بتتعامل مع بعض ازاي. الناس دول مش احسن مننا. عايزه قرار من الكاف، والكابتن الخطيب هيبقى عليه دور مع والنادي الاهلي مع رئيس الكاف، بحيث ان الحته دي تتلغي
فيش شك ان النادي الاهلي هيستفيد استفاده كامله. احنا شفنا النادي المنافس كل ماتشاته بيلعب اضواء نجيله، شفنا الترجي بيلعب ملعب ممتاز والاضاءه في المولوديه نفس القصه. احنا بس النادي الوحيد اللي الدوره دي ثلاث ماتشات بنلعب في جو غير طبيعي، لابد من انا كمحلل اجد العذر للاعبتي. يعني انت كنت لاعب ما تعرفش ان الملعب ده ما يتلعبش عليه كوره، انت وانت الكوره جايه لك موسيماني بيقول لك اعمل الجمله دي، هتعملها ازاي والكوره جايه بتتنطط ما انتش عارف تستلمها، هتلعبها ازاي والراجل بيخش يأذيك وانت عندك ماتشات 7-8 ماتشات في خلال شهر وعندك ماتشات مهمه. فطبعا كل الامور ديت اعتقد باذن الله تعالى النادي مع الكاف يحسموه، لان دي ثروه عندنا، لعيبه النادي دافع فيها فلوس كتير قوي ونجوم على اعلى مستوى لابد ان احنا نحافظ عليها، والكاف هو نمره واحد اللي بيحافظ. طيب. مع النادي. كابتن عادل انا هرجع تاني لافريقيا، بس خليني اروح مع حضرتك بمناسبه ذكر التحكيم برضو، شفت ازاي تمسك الاتحاد المصري لكره القدم بقرار انه الحكام في مباراه القمه بين الاهلي والزمالك تكون حكام مصريين، برغم انه كان في رفض من الجانبين، يعني من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك. والله اعتقد انهم عايزين يعملوا مشكله من لا مشكله. في قرار مجلس وزراء ورئيس وزراء، والقرار ده ماشي بقاله عشرات السنين، هم عايزين بيدوروا على مشكله. المشكله دي انا مش عارف هم عايزين ايه بالظبط، يعني الحكام الاجانب هم بيقولوا ان شايفين التوقيت مناسب زي ما جه في البيان انه ده توقيت مناسب. طب. ولكن يمكن الجماهير كمان كانت بتتكلم انه التوقيت حساس بين الفرق المصريه ووقت مهم وحاسم، وانت بتتكلم على مباراه برضو بثلاث نقاط وانت بتحسم دوري. يعني شوفي حضرتك، هو الرئيس لجنه الحكام الاخ كابتن وجيه، احنا الحاجات اللي في الفار والبلنتيات والحاجات ديت يعني انا ما بشوفهاش، اعتقد ان انا بشوفها وبقيم الحكم، وبعدين بنشوف زي ما قال الكابتن سيد، تبص تلاقي النادي الاهلي بيجي له حكام مش دوليين، وتلاقي حكم في الانديه الاخرى كل حكامهم دوليين. هل دي صدفه؟ ما اعتقدش انها صدفه. اللجنه المؤقته اللي بتدير الكوره كابتن الخطيب ادى لهم رساله، اعتقد واتمنى ان هم يفهموها. بنقدر جدا الحكم المصري، وبنعزه ونجله ودايما في ظهره، ودايما الحكم بالنسبه لنا ده قاضي، واحنا قراراته يعني ما بتشوفيش لعيب النادي الاهلي بيروح ينفعل على حكم ولا يروح يعترض، زي ما بتشوف ان الفرق كلها تلاقي الفرق كلها بتتلم عليه واللي بيشد واللي النادي الاهلي ما فيش الكلام ده. واحنا مش بنشكك في الحكام المصريين يا كابتن، يعني انت لما تبقى عايز حكم رساله رئيس النادي بالنيابه عننا بيقول لهم احنا بالنسبه للحكم المصري احنا بنوجل له ونحترمه كل حاجه. احنا عايزين عين محايده. عايزين عين محايده، ودي الكلام ده موجود وخاصة في الفترة دي. لأن أنا مفروض إن أنا عندي ماتشات متأجلة وهتتلعب في أوقات متتالية، وبعدين عندي ماتشين زمالك ورا بعض، ففي التوقيت ده الماتشين دول أنا بكسبهم أنا بفرق في الدوري. فأنت ليه عايز مهما كان الحكم المصري اللي جاي أيا كان اسمه أي صفارة فيها نوع من عدم التوفيق هتبقى مشكلة، وارد جدا ان الحكم يخطا زي بشر، احنا بشر. فالحكم المصري بنثق فيه ونجله ونحترمه، بس في نفس الوقت يعني في الوقت ده ما اعتقدش ابدا ان الوقت مناسب انك تدفع بحكم في الوقت ده. هيبقى كل صفاره عامل حسابه عليه، مش هيبقى فير، هيبقى خايف. هيبقى خايف من هنا وخايف من هنا، من الناديين ومن الجمهورين. فلما كان الخطيب بيقابل الاخ احمد مجاهد ويقول له الجمله ديت، ما اعرفش يعني لما رئيس النادي الاهلي ونادي الزمالك يقولوا لك احنا عايزين حكام اجانب انت بتصر، ما اعرفش الاصرار ده ليه. انا مش عارف يعني حد بس يقول لنا يجاوب لنا على السؤال ده، الاصرار ليه؟ اولا اي حكم من اوروبا بيجي في 24 ساعه، وطبعا احنا طالبين مش حكام من اوروبا اللي هي الحكام اللي هي درجه ثالثه ودرجه ثانيه، عايزين الناس اللي هي مميزه، احنا كده كده بندفع
فالحكم اللي هيجي يبقى من النوع اللي هو النوع الدرجة الممتازة، بحيث ان هو راجل هو بيحكم يعني ما عندوش اي مشكلة غير الحاجة اللي بيشوفها بيحسبها. بس طيب نرجع لأفريقيا. وعايز اسألك، هل النادي الاهلي كان ممكن يفوز على سيمبا بأكثر من هدف في المباراة دي؟ طبعا طبعا، احنا يعني كان ممكن جدا الشوط الاولاني، يعني في واحدة محمد شريف استعجل فيها شوية، وطبعا جاب جول حلو جدا وطالع، وبرضه في جول تاني، برضه فرصة تانية الشوط التاني، كان ممكن جدا الشوط الأولاني يبقى النتيجة يعني 3-0 بالراحة جدا يعني. طيب، مسيطرين سيطرة كاملة. صفارة الحكم دايما كانت بتكتفنا، يعني حتى في حاجات بسيطة كده أوت، فاول مش فاول، يروح حاجات يعني كانه بيلعب باسكت، يعني ده اللي بيلعب باسكت برضه الكتف كده مسموح بيه، فاي مفيش لمسه هوا تبص تلاقيه مصفر، يعني مش كده يعني. حتى كره الشناوي واضحه للناس كلها، ويعني يعني مش حاجه مثلا الزاويه بتاعته مش زاويه رؤيه، لا الكره طالع الراجل والراجل خابط فيه. فطبعا يعني نتمنى الفترة اللي جاية إن شاء الله يبقى فيها نوع من التوفيق والحرص على إن احنا بإذن الله تعالى نكمل المسيرة بإذن الله. بإذن الله. شفت إزاي بقى عودة رامي ربيعة للتشكيلة الأساسية في النادي الأهلي بعد فترة غياب كبيرة يا كابتن عادل؟ يعني تقييمك للاعب، يعني رامي ربيع يمكن الناس كلها كانت بتتكلم عليه بعدها وعلى انه قد ايه، شوف فتره غياب بس رجع وادى اداء كبير قوي في الملعب. من خلالك يا ساره بقى، رامي ربيع طبعا بعزه جدا وحبه جدا، ولاعيب بيمتلك كل المهارات، بس انا بعت له كده رساله صغيره. تفضل. من واحد يعني مدرب مدير فني وبيحبك قوي، انت لما بتبقى مركز طول المباراه 90 دقيقه بتادي اداء رائع، لما بتحاول انك تعمل حاجه زياده فيها نوع من المظهريه، الحاجه دي مش مطلوبه، وخاصه لما اكون انا بلعب قلب دفاع الخطا بتاعي لا يغتفر. على فكره رامي بيلعب باك رايت كويس قوي، ويلعب هاف ديفندر كويس قوي، وبيلعب مساك، فبيلعب الثلاث اماكن. يا ريت يا رامي انت لو بتشوفنا، ارجو انك انت زي ما انت الماتش اللي فات تقريبا يا رامي ما فيش غلطه، يعني كل تمريراتك قاطع، كل حاجه جميله، وشوف انت رد فعل الجمهور. بالظبط، رد فعل حبينك الجمهور قد ايه، يخليه فعلا او يخلي اي لاعب لما يشوف الجمهور راضي عنه بالشكل ده ومبسوط بيه بالشكل ده، ان هو يبقى كل مباراه ينزلها بياكل النجيله ومركز ال 90 دقيقه، مركز حتى الوقت الضايع. بالظبط، 95 دقيقه 95 دقيقه، لان غلطه تضيع منك بطوله. فانا قلب دفاع لازم انا، وهو طبعا عارف الكلام ده ومن ولاد النادي ومن حاجات اللعيبه، عنده المهاره وعنده اللي بيقطع كوره كويس، بيلعب دماغه كويس في الكورنر، الكرات الثابته ممكن يجيب بيها منها اهداف، بيسدد كويس قوي، بيشوط كويس قوي، بيغطي كويس قوي. يا رامي عمليه التركيز 90 دقيقه وعمليه التغطيه على مع زميلك من هنا او من هنا، دي عمليه مهمه جدا، وانا شايف ان انت تبارك لك على الماتش اللي فات، كان ماتش رائع، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله تعالى. ان شاء الله. شايف ازاي يا كابتن موقف النادي الاهلي من قرعه الدور ربع النهائي بدوري ابطال افريقيا يوم 30 ابريل، خصوصا ان هو تاهل وصيف للمجموعه؟ والله ما هو الثلاث انديه، في صن داونز وفي الترجي وفي الوداد. بالظبط، الوداد والترجي وصن داونز. انا من وجهه نظري افضل صن داونز، ان احنا اقابل صن داونز في اشمعنى صن داونز؟ اخر ماتشين احنا كسبانينهم، كسبانين ومتعادلين، وبعدين الاجواء في جنوب افريقيا احنا حافظينها. ما فيهاش موسيماني حافظها وحافظ الفريق. موسيماني برافو عليك والله يا ساره، برافو عليك. موسيماني عارف الاجواء بتاعتها، وعارف امتى يروح وامتى، وعارف الفريق نقط قوته ايه وضعفه ايه. احنا الحادثه القديمه مش عايزين يعني نفتكرها، لكن بعديها احنا كسبنا 2 صح، وهناك اتعادلوا معانا بالعافيه، وكان ممكن جدا يعني كان ممكن جدا نكسب الماتش اللي هناك، ولكن تعادلنا ووصلنا.
فانا افضل سان داونز. طيب شايف ازاي بقى فرص الاهلي في ان هو يحافظ على لقب ولقب دوري ابطال افريقيا ويتوج بالعشره في ظل استفاقه انديه كبيره قوي زي ما بنتكلم على سان داونز والترجي والوداد؟ فرصنا ايه؟ فرصتنا باذن الله 100% كمان يا كابتن عادل. اه والله فرصنا 100%. لان احنا بفضل الله يعني عندنا الاداره والجهاز الفني، والجهاز الفني بيشمل بقى الجهاز الاداري والجهاز الطبي، فالاداره مع الجهاز الفني والكلام ده مش نفاق. والكلام ده دي الحقيقه. انت النجمه العشره اللي جايه، احنا واخدين تسعه، التسعه واخدينهم عن جداره ولا واخدينهم مش واخدينهم عن جداره؟ طبعا طبعا. في حد يعني قريب مننا؟ لا اهو كده. فالعشره جايه ان شاء الله، بس مش بالامنيات، بالشغل. الجهاز الطبي يحاول ان هو بكل القوه انه يرجع اللعيبه المصابه بسرعه جدا. وطبعا باحترافيه، بحيث ان اللعيب لما يرجع يبقى سليم 100%. المصابين عايزين نبص كده ما نلاقيش حد قاعد في المدرج كله سليم يا رب. دي حاجه. الماتشات الترجي والوداد وصن داونز باذن الله تعالى احنا قادرين عليهم، واحنا الافضل، واحنا اللي عندنا الخبره، واحنا اللي عندنا توفيق ربنا باذن الله تعالى. طيب نتكلم شويه على كاس مصر من المباريات المهمه اللي جايه برضو. عندنا مباراه يوم الاربعاء مع فريق النصر في دور ال 32 بكاس مصر. شايف المباراه دي ازاي؟ ودايما بتكلم على صعوبه مباريات الكاس ايا كان مين هو الخصم. انا مش هقول صعوبه لان انا تعبت مع موضوع الصعوبه. انت مش عايز انت نقول اي مباراه صعبه؟ صح يا كابتن، فهمك. انت مش حابب اقول لك حضرتك حاجه. كان عندنا لعيبه في النادي الاهلي لعبوا في كاس العالم، الاثنين اللي بكوا بعد ما اتغلبنا من انجلترا هم تربين في النادي الاهلي. ما ينفعش اتغلب من انجلترا، ولا يعني تعادلنا مع هولندا فهي دي تربيه النادي الاهلي. التربيه دي لازم لابد ان انا ابقى عامل حسابي عليها. انا ما بقولش ماتش صعب، كل الماتشات بالنسبه لي قويه. ما هي صعبه. كل الماتشات قويه، انا مستعد بشكل قوي. اقلق من ايه؟ صح، النتيجه بتاعت ربنا، بس انا هعمل الواجب اللي مطلوب مني. لن اتخاذل. ال 11 اللي بينزلوا الملعب، 8 او 7 اللي موجودين بره، واللي موجودين في المدرج كلهم على قلب راجل واحد. ودي الميزه بتاعت عيله النادي الاهلي. اكيد. طب حضرتك شايف انه موسيماني افضل حل يعمله ايه في المباراه دي؟ ان هو يريح بقى شويه من اللعيبه الاساسيه في مباراه النصر، ولا عادي يلعب بالفريق بتاعه الكامل والتشكيله بتاعته؟ طب هقول لك حاجه يا ساره. الماتش اللي فات مغير ثلاث اماكن، صح، والثلاثه اللي اتغيروا يبقى ايه، ملعب سته من مش يعني من سته لعيبه ما كانتش بتلعب بالظبط. طب لو هو من اول الماتش راح مغير سته مره واحده، ولو قدر الله حصل تعادل او حصل طبعا خساره، كان اللي هينتقد موسيماني هيقول ايه؟ انه ما لعبش باللعيبه الاساسيه بالظبط. وبعدين انت داخل على الزمالك بالظبط، انت داخل لازم تبقى فيه معنويات عاليه. ما ينفعش بطل افريقيا يتغلب مرتين من سيمبا. فالناس اللي بتقيم ما بتقيمش صح. لان انا لما اكون قاعد مدير فني ليا ثقل وانا قاعد، افهم ان انا فرقتي دي لازم تكسب، ولما بغير بغير بحساب. انا غيرت ثلاثه، وبين الشوطين نزلت ثلاثه، رمضان ورامي وحسين الشحات، ملاعبهم ما كانوش بيلعبوا قبل كده. وبعدين رحت مغير ثلاثه تاني، ادي سته ملاعب سته. ف يعني لو انا ابتديت ان انا عملت سته من البدايه، كان الانتقاد هيتقال ايه؟ شفت؟ صح، واتغلبنا. وبعدين تخش بقى على النصر وعلى الزمالك، الجمهور بيبقى جمهور نادي اللي ما بيقبلش الا المكسب والاداء الحلو. فانا اللي اشتغل الشغلانه دي يعرف قيمتها، وخاصه في النادي الاهلي. وانا قاعد على كرسي النادي الاهلي مدير فني النادي الاهلي، ابقى عارف ان انا ورايا 90 مليون عايزين مكسب واداء. ما ينفعش ابدا ان انا اغامر بحته ادبيه مهمه جدا. لعيب مجهد، مين انت عرفت ان هو مجهد؟ اللي بيعرف ان هو مجهد اعتقد انه
الجهاز الطبي، الراجل بتاع الاحمال عارف يعني ايه الراجل ده بيلعب قد ايه، الجهاز الطبي عارف ان الراجل ده عامل عمليه الاستشفاء على اعلى مستوى. فطبعا كل الامور ديت اعتقد انها في صالح النادي. مفيش مباراه صعبه، كل المباريات بالنسبه للنادي الاهلي مباريات قويه، عشان كده هو البطل. مفيش حد بيقابله بنوع من التراخي او بنوع من الاستسلام، بالعكس اللي ما عندوش اي امل في اي حاجه ماتش الاهلي ده بالنسبه له هو الفرح. اكيد هي الشاشه اللي بتعرض الفرقه على جمهور النادي الاهلي سواء في مصر او بره مصر. اكيد كابتن عادل، اروح بس لخبر عاجل وهرجع لحضرتك تاني نتكلم على النادي الاهلي. 20 ابريل المباراه الفاصله لتحديد بطل 99، حددت اداره المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم الساعه 9:30 مساء الثلاثاء 20 ابريل الحالي موعد للمباراه الفاصله بين فريقي الاهلي والزمالك بملعب السكه الحديد لتحديد بطل الجمهوريه لمواليد 99. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 99 و2001 في المرحلة الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول إبريل الحالي، تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حال تساوي فريقين في عدد النقاط. كابتن عادل. طيب كويس، يعني إن شاء الله رأيك تعليقك. يعني الحاجات دي اعتقد انه المفروض ان احنا عايزين من اول الموسم نحط جدول، والجدول ده احنا كده نبقى يعني ماشيين عليه، بحيث ان انا كمدرب بحط جدول التدريب بتاعي اسبوعي شهر لمده موسم. الدور الاولاني الاحمال اللي انا بديها بديها بنوع من العلم، فما ينفعش ابدا ان انا تديني مواعيد مختلفة أو ما بقاش عارف أنا هلعب إمتى، وبالتالي أنا هبقى متلخبط ولاعبتي هتتلخبط. زي ما أي حد بيبقى تعبان يروح للدكتور فبيقول له خد الدواء ده كل 8 ساعات خد الحاجة دي. كذلك اللاعب الكورة الأحمال اللي هو بياخدها كل يوم بياخد قدر معين، ما ينفعش ياخد قدر كبير مرة وقدر صغير مرة. لا، بتتاخد في درجات علميه عشان الجسم يستفيد بدنيا ونفسيا ومن كل النواحي وعصبيا طبعا. اكيد. طيب واحنا داخلين بقى على 3 مباريات مهمه في الدوري بالنسبه للنادي الاهلي، والفرق بين المباراه والثانيه مش كتير ابدا، 2 أو 3، شايف ايه ابرز التحديات اللي بتواجه موسيماني واللعيبه قبل المباريات دي؟ يعني قبل ما اجاوب بتمنى المهندس احمد مجاهد زي ما الكابتن سيد طلب انه يعني الماتشات السبعه في ماتش منهم بس يتاجل، بحيث ان انا يبقى الثلاث ايام دول يتوزعوا، بحيث النادي الاهلي يلعب اربع ايام يلعب ماتش، ثلاث ايام يلعب ماتش. يعني طلب مش كبير قوي. والنادي الاهلي، وشفت احنا المهندس احمد مجاهد شفت الفرحه لما النادي الاهلي اخذ افريقيا، ولما النادي الاهلي اخذ البرونزيه في كاس العالم للانديه، ده اسم مصر. فانا بتمنى عليه انه الحاجه دي طبعا تتعمل. اما بالنسبه للماتشات ديت اعتقد الجهاز الفني قادر باذن الله تعالى انه يعمل عمليه التشكيل ثم عمليه التدوير ثم عمليه الاستشفاء للعيبه على اعلى مستوى، واللعيبه اللي هي محتاجه انها تخش بعد الاصابه زي وليد وزي محمود متولي وزي ناصر ماهر، كل الولاد دول لعيبه الممتازين دول لما يخشوا طبعا هيبقوا اضافه، وطبعا الى جانب رجوع كهربا. كل الولاد دول بيضيفوا قوه للفرقه، وفي نفس الوقت بتدي للمدير الفني الفرصه انه يعمل عمليه التدوير. لسه طاهر يعني بكامل قوته باذن الله تعالى لما هياخد الماتشات اللي جايه، اعتقد السن بتاعه وادائه ورجولته هيبقى من العناصر المفيده جدا في مروان مريح الماتش اللي فات الماتشات اللي جايه. وطبعا اتكلمنا معاك قبل كده على مروان وقلنا قد ايه هذا الرجل، كل المدربين اللي جم منتخب مصر او النادي الاهلي كانوا بيقولوا ده نمره واحد. في كلام انا بقوله، انا يعني بقوله عن خبره وعن معلومات دايما بنحطها لما بنيجي نختار اي لاعب.
كابتن عادل في وجهة نظر بتقول لك انه لازم يكون في ثبات في التشكيل علشان يقدر يكون في انسجام وتناغم بين اللعيبه وفكره عمليه التدوير، او ان كل مباراه بتبدا بلعيبه معينه وبتغيرها بعد كده او بتغير، فمش اكيد مش كل اللعيبه بيبقى في تغييرات في مباراه عن الثانيه، ده مش في مصلحه النادي. لا الكلام ده مش مظبوط. زمان كان ممكن الكلام ده، لما انا كنت بلعب ماتش كل يوم جمعه كل يوم جمعه، فعندي ست ايام راحه، يعني بتمرن عادي وبعدين العب كل اسبوع ماتش. في العالم كله دلوقتي جوارديولا بيعمل ايه؟ نص الفرقه ما كانتش بتلعب الماتش اللي فات. فلازم عمليه التدوير بتتعمل، وبتتعمل بشكل احترافي. في عمود فقري للفرقه، الشناوي والسيرد باك او سيرد باكين اللي قدامه، احد الاطراف في وسط الملعب، ثبات في وسط الملعب، راس حربه، الاطراف ممكن يتغيروا لان هم بيبذلوا جهد كبير في عمليه الرجوع وعمليه الهجوم. يعني في بعض المراكز انا كمدير فني ممكن ان انا يبقى فيها عمليه التدوير. حتى في راس الحربه احنا عندنا بفضل الله اكثر من 4 رؤوس حربه على اعلى مستوى، بما فيهم اجاييه كمان لان يبقى 5، ف وكلهم على كفاءه عاليه جدا. فايا كان انا بلعب الماتش الاولاني، الماتش الثاني لو الانسجام هيروح مش هيروح. اجاييه لما بيلعب راس حربه، وبعد الماتش اللي بعديه انزل مروان اخر 10 دقائق، محمد شريف ينزل المباراه، وبعدين بواليا ينزل الشوط الثاني. يعني الانسجام موجود. هي هتبقى عمليه الثقل، المدير الفني بخبراته مع الناس اللي شغالين معاه. انا بعتقد انه حتى قبل في بعض الماتشات بيقول للعيب انت هتنزل في الدقيقه الفلانيه. حصل في اكتر من ماتش. يقول انت الدقيقه الفلانيه انت هتلعب في، اكيد محسوبه بالدقيقه. كابتن عادل قبل ما اختم سريعا، يعني اكيد حضرتك عرفت انه لاعبنا الوطني يعني المصري تريزيجيه تعرض لاصابه قطع في الرباط الصليبي، والحقيقه حاجه صعبه بالنسبه لاي لاعب كوره. عايزه رساله دعم كده من حضرتك وبخبرتك لتريزيجيه. والله يا ساره انا كنت بتفرج على الماتش امبارح، وهو الكاميرا بتجيبه وهو بيجري. في احد اقربائي كان قاعد، قلت له ده يا غضروف يا صليبي. فلما سخن ونزل قلت له هيقع ومش هيكمل. فطبعا الدكتور هناك يعني صعب جدا، ان هو كان المفروض ما كانش المفروض ينزله الملعب تاني لو هو على درايه. تريزيجيه شفنا قد ايه مشرف مع المنتخب، وقد ايه مشرف في الدوري الانجليزي. واعتقد مع لما يرجع باذن الله تعالى، راجل اساسي في منتخب مصر، راجل من العناصر المفيده جدا، من العناصر اللي بتشرف المنتخب المصري وبتشرف النادي الاهلي طبعا ناشئين. اكيد فان شاء الله ربنا هيوفقه ويقوم بالف سلامه ان شاء الله، يرجع بالف سلامه. بشكر حضرتك جدا كابتن عادل، نورتني. شكرا لحضرتك وشكرا لحضراتكم على المتابعه. بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.